فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بنا، هتلاقوا عليه جميع مقالات المنح اللي احنا بنقدمها والعديد من خدماتنا. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. تمام، بالنسبة لفرصة النهاردة هي فرصة ممتازة جدا، وهي عبارة عن فرصة تدريب وتطوع ممولة بالكامل في إيطاليا وبراتب شهري 300 يورو. تمام، طيب خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر. زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها هذا التطوع هي إيطاليا. بالنسبة للجهة المانحة اللي هيكون فيها الفرصة دي او هيكون فيها التطوع اسمها اركي كاتانيا. تمام، والمؤسسة دي مؤسسة معروفة جدا وبتساعد الكثير من الشباب في نشر المعرفة والثقافة والخبرة في العديد من المجالات. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، مش كل الدول متاحة للتقديم. بالنسبة للدول العربية المتاحة لها التقديم زي مصر، المغرب، الجزائر، ليبيا، ولبنان، الأردن، فلسطين، تونس، سوريا وتركيا. تمام، طبعا تركيا مش دولة عربية، ولكن انا حطيتها لان في ناس كتيرة جدا من الدول العربية مقيمين فيها، وكمان في ناس معها الجنسية التركية، عشان كده حطناها من ضمن الدول المتاحة او قائمة الدول العربية المتاحة. تمام، فيجب ان جنسيتك تكون من الدول دي وليست الاقامة فقط. يعني لو واحد جنسيته سوداني ومقيم مثلا في مصر غير متاح ليه التقديم، لازم تكون جنسيتك من الدول دي وليس الاقامة فقط. تمام، طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، عندنا تمويل صراحة ممتاز جدا. الفرصة دي تعتبر ممولة بالكامل. ليه؟ لان انت عندك اول حاجة السكن اثناء التطوع هيكون متوفر، حيث فيكون لكل متطوع غرفة خاصة، هيكون ليك زي غرفة خاصة ليك. تمام، وهيكون في مطبخ وغرفة معيشة مشتركة. تمام، المطبخ وغرف المعيشة مشتركة ما بين متطوعين تانيين، لان كل يعني مثلا كل 3 متطوعين على سبيل المثال هيكونوا مثلا في شقة واحدة او في مكان واحد. تمام، بس كل واحد ليه غرفة منفصلة، بس بيكونوا مشتركين في المطبخ ومكان المعيشة، يعني او زي كده الاستراحة اللي بتكون موجودة. تمام، كمان هيتم تغطية تكاليف الانترنت والكهرباء والماء في السكن. انت مش تدفع اي تكاليف او ضرائب يعني الانترنت والكهرباء والحاجات دي، هم هيتكفلوا بيها. تمام، كمان هيتم توفير راتب شهري مقدره 300 يورو. طبعا الراتب ده زي بوكيت ماني كده، مصروف جيب انت هتاخده عشان تغطي تكاليف معيشتك. يعني اكيد انت مش هتحتاج بس سكن واكل وخلاص، ممكن مثلا اي احتياجات تانية اخرى شخصية انت محتاجها، عشان كده الراتب ده بيقدر يغطي لك. كمان عندك وجبات الطعام هتكون متوفرة اثناء التدريب. تمام، او اثناء التطوع. كمان النقل المحلي هيتم اعطائك بطاقة مواصلات عشان تقدر تتنقل بسهولة داخل المدينة اللي هيكون فيها التدريب او حتى خارجها. تمام، كمان هيتم توفير خطاب قبول للمساعدة في الحصول على التأشيرة. لما بيكون في مؤسسات بتوفر مثل هذه الفرص بترسل لك خطاب دعوة وخطاب قبول. خطاب القبول ده اللي بيساعدك على اساس انك تطلع التأشيرة. تمام، بكل سهولة بدون تعقيدات. كمان ما تنساش بان الاقامه في ايطاليا بتسمح ليك بالتنقل داخل دول الشنغن مثل المانيا والنمسا وغيره من الدول بدون تاشيره. يعني لو انت معاك اقامه في ايطاليا فانت كده بتقدر تخش باقي الدول بكل سهوله زي المانيا النمسا وغيره، مش محتاج تاشيره لانك معاك اقامه ايطاليا اللي هي احد دول الشنغن او احد الدول الاوروبيه. تمام، طيب بالنسبه لتفاصيل التطوع، التطوع ده بقى انت المفروض هتعمل ايه او المؤسسه دي هدفها ايه. بيقول لك الاركي كاتانيا دي هي منظمه ثقافيه واجتماعيه في مدينه كاتانيا. تمام، دي مدينه اصلا. ومن أجل أن تكون أكثر فعالية واستدامة وأداء، سيساعد المتطوع هيساعد المؤسسة في هذا التنسيق من خلال أنشطة مختلفة. إنك هتدعم التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر عن المؤسسة، تساعدهم في الرد على الاستفسارات على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام، الدعم اللوجستي للمشاريع الأوروبية التي يديرها أركي كاتانيا. تمام، ومكتب معلومات حول فرص تنقل الشباب الدولية، كمان تساعدهم في نقل المعرفة والخبرة بتاعتك بتاعت بلدك. تمام، كمان المشاركة في الأنشطة المختلفة وفي ورش عمل هيتم عملها وندوات ثقافية. تمام، كمان هيتم الدعم في المكتب الخاص بيهم، انك تقعد مثلا زي كاستومر سيرفيس. تمام، انك تستقبل عملاء، تساعدهم في الاشياء اللي عايزينها او الخدمات اللي بيطلبوها من المؤسسة وغيره، طبعا في الكثير من الاشياء. تمام كده، طيب فده بالنسبه لتفاصيل التطوع. كمان هنا ده جروبنا على الواتساب، وهنا جروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فور نزلها.
عندنا هنا بعض الملاحظات. المنحة دي يا جماعة لا تحتاج شهادة لغة للتقديم فيها، مش مطلوب بقى منك شهادة لغة إيطالي أو شهادة لغة إنجليزي أو الكلام ده كله، لا، ممكن تقدر تقدم حتى لو مش معاك شهادة اللغة، بس ده ما بيمنعش إن لو أنت يعني في ناس بتيجي مثلا بتسألني لو أنا صفر في اللغة الإنجليزية وما عنديش اللغة بتاعت البلد، يعني لو أنت مثلا عايز تسافر إيطاليا أو تقدم في الفرصة دي وما معاكش لغة إيطالية ولا معاك لغة إنجليزية أكيد ما ينفعش تسافر. احنا بنقول ما يعني مش مطلوب شهاده اللغه اللي هي الشهاده الاثبات مش مطلوب، ولكن ده ما يمنعش ان لازم يكون عندك محصله من اللغه الانجليزيه، لانك لو سافرت هناك هتروح تتكلم مع الناس ازاي؟ مش معقول هتكلمهم باللغه العربيه، لازم يكون معاك يا اما لغه البلد يا اما اللغه الانجليزيه، تمام؟ فهي دي الفكره، عشان بس ما فيش حد يختلط على الامر. احنا بنقول شهاده لغه انجليزيه يبقى مش محتاجين لغه اصلا، لا، اللغه تكون مطلوبه ولكن مش مطلوب الشهاده. طيب كمان المنحه دي متاحه للجميع من طلاب وخريجين من اي مؤهل، سواء انت طالب خريج حاليا بتقدر تقدم على المنحه دي بكل سهوله. كمان الحد الاقصى للعمر للتقديم فيها 30 عام. المنحه دي مشكلتها او الفرصه دي مشكلتها ان لازم عمرك ما يعديش 30 سنه، تمام؟ بالنسبه للاوراق المطلوبه في التقديم في المنحه دي، اول حاجه املي ابلكيشن المنحه بطريقه احترافيه، في ابلكيشن للمنحه لازم تملاه بشكل احترافي. كمان ترفق السيره الذاتيه بتاعتك، ويفضل ان السيره الذاتيه تكون على الطريقه الاوروبيه، تمام؟ كمان في خطاب نية لازم تعمله، وتعمله بشكل احترافي وتكتب فيه ليه عايز تنضم للمنحة دي وهتستفاد ايه وكل هذه التفاصيل. طيب بالنسبة لمدة التطوع، التطوع ده مدته قد ايه؟ التطوع ده مدته 10 شهور. التطوع ده بيبدأ من 1 اكتوبر 2021 حتى 31 يوليو 2022. طيب في ناس هتسألني لو انا عايز اروح مثلا لمدة 6 شهور فقط، لمدة 3 شهور فقط، متاح، تمام؟ لان انت بتقدر بعد قبولك، بعد لما بتملى للمنحه دي وبتقدم، بعد يقولك بتقدر تحدد معاهم انت عايز تبدا امتى وعايز تنتهي امتى. هو بس التوتال بروجرام، يعني البرنامج الكلي بيكون من كذا لكذا، ولكن انت عايز تقعد 3 شهور 6 شهور بتقدر تنسق ده، مفيش مشكله. اللي عايز يقعد مده صغيره مده كبيره او يقعد المده كلها مفيهاش مشكله، بتبدا تنسق معاهم انت عايز تبدا من امتى، تمام؟ طيب اخر موعد للتقديم في المنحه دي هو 10 سبتمبر 2021 عشان تقدم للمنحه دي، مش بتبقي وقت طويل، تقريبا ممكن نقول زي 13 14 يوم، فلازم تبدا تجهز نفسك من دلوقتي وتقدم للمنحه دي، تمام؟ كمان هنا عندنا بعض الملاحظات. ما تنسوش طبعا ان قناتنا قناه منح من كل اللون، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مدمومه القبول 100% في الصين، كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، تمام؟ وكمان فرص كورسات ودورات مهنية مضمونة القبول للسفر إلى هولندا، تمام؟ وكمان خدمة تجهيز الأوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي هتلاقي رابط استمارة خدماتنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان رابط استمارة خدماتنا موجود هنا، بتملى استمارة الخدمة اللي أنت مهتم بيها وإحنا بنتواصل معاك ونرتب ليك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الإعلان الرسمي للمنحة والتقديم. تيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي للمنحة والتقديم عشان يفتح معاك. هيفتح معاك الإعلان الرسمي للمنحة بهذا الشكل، تمام؟ طبعا الموقع ده انا شرحت عليه فرص كتير، الموقع ده اسمه ريبيان يونيون، تمام؟ او ريبيان اكس بورتال، وعليه فرص كتير جدا وشرحت عليه منح كتير قبل كده. ده اسم المنحه اهو، تمام؟ اركيكه تانية ده اسم المنظمه، هنا دي الدول المتاحه. طبعا هتلاقي دول كتير، ولكن انا جمعت لكم في المقاله اللي انا شرحتها دلوقتي الدول العربيه فقط المتاحه، باقي الدول دي دول اجنبيه ودول اسيويه، تمام؟ هنا بيشرح لك عن الفرصة، بيشرح لك ايه التمويل بتاعها، فيها 300 يورو شهريا، وبيشرح لك كل التفاصيل المميزة، تمام؟ طب عشان تقدم للفرصة دي هتروح تضغط على كلمة ابلي هنا، تضغط على كلمة ابلي. بيقول لك الاول لازم تعمل ساين ان، لازم تدخل للاكونت او تعمل كرييت اكونت الاول. فهنروح دلوقتي ونشوف ازاي احنا ممكن نعمل اللوجن، تمام؟ طبعا انا بس للتنويه يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، انا المنحه دي مش المنحه دي تحديدا، ولكن الموقع ده انا شرحته قبل كده سابقا كتير في منح مختلفه، تمام؟ طيب فمنعا للتكرار عشان ما يبقاش الموضوع مكرر، ان انا بشرح نفس الويب سايت او بشرح فيه نفس طريقه التقديم، انا هسيب لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، تمام؟ هيكون في فيديو تاني، هيكون في الفيديو ده شرح التقديم للموقع ده او شرح التقديم على الموقع ده مع فرصه ثانيه، وانتوا هتتبعوا الفرصه دي، تمام؟ هتتبعوا شرح التقديم في الفرصه اللي هي اللي انا احط الفيديو بتاعها تحت الفيديو ده، وهتمشوا بنفس الخطوات، تمام؟ فده الويب سايت بتاع التقديم، هتمشوا على نفس الخطوات بتاعت الفيديو اللي هحطه لكم تحت، وان شاء الله هتعرفوا تقدموا في الويب سايت ده بنجاح، عشان بس ما يبقاش فيه تكرار للشرح كل شويه، تمام؟ طيب فكده يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه بنجاح. ما تنسوش خدماتنا الاحترافيه لو حابين تقدموا على المنحه دي من خلالنا. كمان ما تنسوش اخر ميعاد 10 سبتمبر 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.